انت انت قلت كلمه مهمه كلمه واحده اه طب كويس كل مره تستنى السؤال ده هي كلمه آه هي وسيله مش غايه مم. انت بتعمل بتجيب صفقه طالما انك بتسميها صفقه يعني عمليه مربحه ايوه عمليه مربحه بالزبط. يعني ايه ده ضبط المصطلحات آه. هي صفقه آه. يعني ايه عملت صفقه النهارده آه. الصفقه تتكافئ فيها الحاجه مع الفائده <applause> مع السعر أي؟ مع نظره مستقبليه <applause> اما الحصول لمجرد الاستحواذ هتصبح زي اللي بيقتنوا اللوحات العالميه المسروقه ليدفعوا فيها عشرات الملايين ويضعوها في قبو لا يشاهدها احد خوفا من فضاح امرهم ولا هم فاهمين معالمها ولا مضمونها لا اشتريت لوحه لفان <applause> الناس العالم كله بتقول هي فين مم. مش قادر تعرضها طب دفعت فيها 150 مليون دولار مثلا وبعدين آه. ايه الغايه منها هذه ليست صفقه آه. لكنها بترضي جانب عندك لما تكون عندك فلوس عندك شط حمام وعايز تطيره ما انتش عارف تعمل بيها ايه اما انك في مجال البيزنس مينفعش تعمل كده مم. فاحنا بالنسبه لنا الصفقات عمرها ما كانت غايه يعني مم. انت مش بتخش الصفقه عشان يقول لك يا حراق يا جامد لا 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 خالص واذا فكرت للحظه كده انت خسرت نفسك وأضرت مكانك يعني انا أضرت مكانك اه طبعا انا آه. لا انظر الى الامور من هذا المنظور مم. وانا لما اسعى الى لقب مثلا أه وكنت بدعم كلمه مهندس صفقات بتضايقني فعلا لان مهندس الصفقات الحقيقي هو اسم الاهلي انا مم. يعني هو الناس بتيجي عشان الاهلي آه. كوني انا بعمل اليات وبعمل وسائل بتحافظ على السرية وبتحافظ على أحجام كل شيء في إطارها ده موضوع تاني لكن موضوع أن أنا أبقى فرحان أو بكلمة ملك الصفقات واقعد ألبس الأهلي لا ولا م. الأهلي هيسمح لي بهذا واخد بالك عملية اختيار العنصر الذي يضام والعنصر الذي يخرج عملية دقيقة جداً